من الذي تاب إليك ورددته من الذي وقف على بابك من الذي وقف على بابك ورددته إلهنا إن أغلقت بابك دوننا فإلى باب من نلتجئ يا كريم سبحانك ربنا من الذي نسأله لكشف ضرنا والنظر في أمورنا سبحانك ربنا من لنا سواك نسأله لكشف ضرنا والنظر في أمورنا محزون على بابك من يواسيه مكروب على بابك من ينفس عنه كربه ويواسيه مريض على بابك أوجعته الآلام من يداويه سائل على بابك من يعطيه سائل على بابك من يعطيه تائب على بابك من يتوب عليه ضال على بابك من يهديه سبحانك ربنا إن أغلقت دوننا بابك فإلى باب من نلتجئ يا كريم يا رب على بابك واقفين ولسؤالك متعرضين ولنفحاتك في هذه الليلة متعرضين اللهم هذه الليلة أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين اللهم اغفر لنا ذنوبنا في هذه الليلة أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين اللهم يا من لك الأمر كله وإليك يرجع الأمر كله ويا سند من لا سند له ويا عماد من لا عماد له أتراك تعذب بالنار وجوها خرت ساجدة لك أتراك تعذب بالنار ألسنا تخبر عنك أتراك تعذب بالنار أعينا بكت يوما من خشيتك أتراك تعذب بالنار يدا مدت إليك أتراك تعذب بالنار أقداما سعت إليك سبحانك ربنا لا نذل وأنت معزنا لا نهان وأنت مكرمنا لا نضل وأنت هادينا لا سبحانك ربنا سبحانك ربنا نشكو إليك حالنا كلما زاد عمرنا كثرت ذنوبنا أما آن لنا أن نستحي من ربنا أما آن لنا أن نقلع عن هوانا أنسينا ما خولنا وأعطانا أنسينا ما خولنا وأعطانا أما خلقنا فسوانا أما كشف عنا الكروب وبرزقه غذانا أما ألهمنا الإسلام وإليه هدانا أما بره في كل طريق
طرفة عين يغشانا فقابلنا ذلك بالعصيان واتباع الشهوات ونسينا ما أنعم علينا وأعطانا ونقضنا العهود وعصيناه وخالفنا الجبار أما آن لنا أن نستحي ممن شاهدنا على المعصية ورآنا سبحانك ربنا ومع هذا الحرمان والبعد عن مولانا إن عدنا إليه قبلنا وارتضانا رب شكور رب حليم رب غفور وانحنت الرؤوس تذللا على بابك يا كريم وقفنا أذلا ضعفاء مساكين أثقلت الذنوب ظهورنا وبكت العيون تأسفا وانحنت الرؤوس تذللا اللهم اغفر لنا ذنوبنا في هذه الليلة أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين اللهم يا من لك الأمر كله وإليك يرجع الأمر كله نسألك بأنك أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تصرفنا من هذا المقام إلا وقد غفرت لنا اللهم لا تصرفنا من هذا المقام إلا وقد رضيت عنا اللهم وارض عنا اللهم واغفر لنا اللهم إنا نسألك في هذه الساعة الكريمة وفي هذه الليلة المباركة أن تعتق رقابنا من النار اللهم وأعتق رقابنا من النار إلهنا وخالقنا ورازقنا تعرض إليك في هذه الليلة المتعرضون وقصد بابك الطالبون ورغب إلى جودك وكرمك الراغبون ولك في هذه الليلة نفحات وعطايا وهبات تمن بها على من تشاء وتمنعها على من تشاء ونحن جميعا عبادك واقفون على بابك نرجو رحمتك ونخشى عذابك ونحن جميعا عبادك ومن أمة حبيبك ومصطفاك اللهم وارض حبيبك في أمته واعتق رقابنا من النار اللهم وارض حبيبك في أمته واعتق رقابنا من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.